تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني أحد مؤسساته للطالبة أميرة شعبان ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم. وتتكفل المؤسسة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها طوال فترة دراستها بالجامعة وحتى تخرجها وكذلك مساعدتها في إيجاد فرصة عمل بعد التخرج واستكمال دراستها العليا لتصبح من كبار العلماء في مجال الطب واستطاعت الدكتورة أميرة شعبان خلال مسيرتها العلمية أن تقدم نموذج يحتذى به في الصبر والكفاح والاجتهاد والتفوق العلمي حيث التحقت منذ طفولتها بفصول محو الأمية ثم أكملت دراستها ودراستها من خلال التعليم المنزلي حتى المرحله الثانويه وذلك لظروف اسرتها الماديه الصعبه حتى التحقت بكليه الطب جامعه الفيوم بعد تفوقها في الثانويه العامه